غرفتين وصالة 85 متر. أول ما بنخش الصالة، وهنا المطبخ الأمريكي، هي بس في شوية أجهزة هتتشال من الشقة. تمام، هنا الإطلالة على الحديقة. تمام، وعلى الشارع الرئيسي اللي هو في مبنى البلدية. طبعا جوه فيه غرفتين، ادي اول غرفة نفس الإطلالة، الغرفة الثانية غرفة كبيرة نفس الإطلالة. طبعا ده الحمام، وهنا الصالة، غرفتين وصالة 85 متر، مطبخ أمريكي وحمام